الله نتمنى له المكسب. وصفر الحكم حسام صيام ببداية الشوط الأول من المباراة، وكرة ترجع لجابر البلاسي. محمد سعد، محمد عبد الجليل، محمد سعد تاني وماشي ويعدي وبالعرض وحلوة، لكن تخبط في دماغ جابر البلاسي وعليا وربيع ياسين ويعلقها فوق عند عمرو انور، لكن طلعها دفاع دمنهور ويلمها وترجع عند علاء بصادق تاني وعليا وحلوة عند علاء بصادق، لكن يطلع وربيع ياسين وحلوة يطلع هاني السوداني وترجع لمحمد عبد الجليل. محمد بجيل أمية حلوة على ميهوب، على ميهوب يا أيمن شوي على الجنب اليمين عند عمرو أنور وتحمل حلوة يا 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 علاء، يطلع علاء ميهوب بشكل جميل، لكن هارد لك يا علاء هارد لك. روح على الجنب الشمال يطحها علاء عبد الصادق وماشي علاء عبد الصادق، تطول تروح لعمرو أنور، عمرو أنور يلمها يلمها وبالعرض حلوة لمحمد عبد الجليل، لكن طالع جابر البلاش زي الاسد الصراحه اتحرك. وهاني السوداني وماشي وعلى الجنب الشمال حلوه، نقل الملعب نقله جميله، طلع لها عبد مقصود ابو العلا وبالعرض وبره الملعب علاء عبد الصادق الى محمد عبد الجليل نص ملعبه، وماشي محمد عبد الجليل بسرعه وحلوه عند اسامه عرابي يوقف ويعملها حلوه، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا اسامه عرابي، يا سلام يا اسامه عرابي، برافو يا اسامه عرابي، حقيقي اللي جاب الجول ايمن شوقي، انما اسامه عرابي عملها حلوه 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 بالمقاس على رجل ايمن شوقي. الجول الاول للنادي الاهلي بعد مرور 25 دقيقه. كابتن محمد ظريف الله يرحمه، علاء عبد الصادق وعليا ربيع ياسين وحلوه، يا سلام يا ربيع يا سلام يا ربيع لنادي دمنهور. وفي زي ما بقول لحضراتكم ضغط دلوقتي من النادي الاهلي، احرز عن هدف مقصود ل هتعمل بالجاء عرض وحلوه يا احمد يا شمال ويطلعها محمد سعد وينقذ الموقف. وماشي رضا المنيسي وعلى الجنب لعبد الرازق، رضا المنيسي تاني وشوطها بره الملعب، ضربه مرمى لنادي الاهلي. احمد قضيب ويلم احمد قضيب، احمد قضيب يرجع محمد جمال ياخدها اسامه عرابي، يا سلام يا ايمن يا سلام يا ايمن يا سلام يا ايمن. محمد سعد وعليا وبتلف وانت محمد رمضان وعلاء عبد الصادق وايمن شوقي وايمن شوقي، اهو كده يا ايمن فرح ناسك وجمهورك، اهو كده يا ايمن. في الدقيقه 30 الجول الثاني للنادي الاهلي، عمله حلو قوي قوي علاء عبد الصادق ويحط الجول الثاني للنادي الاهلي ايمن شوقي، وكده الجماهير تفرح وتنبسط وفات حوالي 30 دقيقة وأصبحت النتيجة 2 للنادي الأهلي لا شيء لنادي دمنهور. سجل الهدفين أيمن شوقي في الدقيقة 24 من الشوط الأول وفي الدقيقة 30 من الشوط الثاني. خشبة علاء ميهوب جنب الشمال حلوة عند محمد سعد، محمد سعد اسامه عرابي ورايح له، لكن يديها لوليد صلاح مش محمد اسامه عرابي ويعدي لايمن شوقي وشوط اسامه عرابي، لكن هارد لاك يا اسامه وحلوه اماميه عن خالد بسيوني، لكن معاه محمود صالح، محمود صالح وتوقع محمود صالح وياخدها خالد بسيوني وعايز يعدي ويعدي، ولكن في العارضه وترجع وربيع ياسين، ربيع ياسين ومتقدم وماشي ربيع ياسين ورامي التماس وليد صلاح اماميه لاسامه عرابي وحلوه عند علاء عبد الصادق اللي عملها حلوه بتلف، لكن يطلع محمد عباده
اسامة عربي تاني ومعاه عبد الرازق حسن بيلعبها حلوه عند وليد صلاح وماشي وليد صلاح بيحط الجو والجول الثالث والجول الثالث والجول الثالث والجول الثالث في دقيقه 3:37 هاتريك. ده انت ضيعت جيب الجول يا ايمن. الجول الثالث لايمن شوقي في الدقيقه 37 واصبح ايمن شوقي هاتريك المباراه، اي انه سجل 3 اهداف متتاليه في مباراه واحده. الهدف الثالث للنادي الاهلي. برافو يا ايمن. برافو يا ايمن، لو انك انت يعني تعبت الجمهور بتاعك. وقويه عبد الصادق وعاليه وحلوه ربيع ياسين وحلوه ورمضان وتنزل قدام ايمن شوقي تاني نرجعها عند وليد صلاح لكن تطول على الجنب لعلاء عبد الصادق. وعلى عبد الصادق وماشي وماشي على عبد الصادق والعرض حلوه ويطلع ايمن شوقي. يا خساره يا ايمن شوقي، يا خساره. هتبقى ايه بقى بعد الهاتريك؟ هتبقى ايه؟ وبيعيدها كابتن يسرى اهو وباينه حلوه من علاء عبد الصادق وهيطلع لها ايمن شوقي بس يحطها بره على يمين الجول. قنبله بسرعه تتقطع وحلوه اماميه عند اسامه عربي للوحده ومعاه عبد المقصود وعاملها بالعرض وحلوه بالعرض ويطلع عليها جابر البلاش وتصرف منه وياخدها ايمن شوقي ويعمل يا ايمن يا ايمن يا ايمن فوق العارضه بحوالي 3 4 ياردات والجول فاضي ومفيش حد قدامه. انما معلش هو جايب 3 اجوال. امام الى اسامه عرابي، اسامه عرابي ويلم وماشي ويعملها بالعرض حلوه عند رمضان ورمضان يطلع ويحطها بكل ثقة على يمين جابر البلاسي بره بحوالي يارد. وتضيع فرصة تانية قدام حضراتكم اهي، وتضيع فرصة تانية من النادي الاهلي لو وفق فيهم كان بقى عنده نسبة اهداف غير عادية. نتيجة تقدم النادي الاهلي ب3 اهداف الى شيء سجلهم ايمن شوقي في الدقيقة 24 من الشوط الاول ودقيقة 35 و37 من الشوط الثاني.